السلام عليكم، معكم دكتور فنيش هشام، أخصائي تغذية من الرباط. نتكلم بعجالة على هذه الآفة اللي كتمر بها بلادنا، لا بانديمي دو كوفيد 19، اللي كنطلبوا من الناس باش يكونوا خفاف ظراف. أحسن حاجة وأهم حاجة في هذه الأمراض هو الوقاية. الوقاية هي نغسل يدي مزيان، الناس مزيان، ما نخرجش من الدار. ومازال كنقولوا نعاودوها، اللي ما عنده ما يدير على برا، اللي ما عندوش خدمه اللي خاصو يخرج، حنا بزمننا خاصنا نخرجوا، حنا خدمتنا هو خاصنا هو خدمه الوطن والمواطنين. دونك اللي ما عنده ما يدير على برا، ولا اللي عنده لا بوسيبيليتي ديال لو تيلي ترافاي يبقى في دارو، الله يجازيكم بخير. واللي عطاوهم العطله اللي عطاو للدراري، راه عطاو للدراري باش يكونوا في الدار، ما عطاوش للدراري باش يمشي باش يلعبوا ويتلاقاو في الزنقه، والا شي ما درنا. دونك الوقاية أهم حاجة. نغسل يدي بالماء والصابون. لا سوليسيون هيدرولوكوليك كتصلح في الأوقات اللي ما كتكونش حدايا، ما عنديش كيفاش نغسل يدي بالماء والصابون، ما حدايش أن لافابو. نحيدو علينا التسلام باليدين والتعناق والبوس، ما صالح حتى شي حاجة. دابا تكون تغذية متوازنة، ناكل الفواكه ناكل الخضار، وأهم حاجة هو نحيد عليا السكريات، لأن السكريات كاس لو سيستيم ايمونيتير، المناعة باش تبقى مقادة خاصني نعس مزيان وما نكونش متوتر. دونك هاد الهول هذا اللي كنزيدو فيه، الله يجازيكم بخير، ما تيخوش بكاع لي ميساج اللي كيدورو. يا دي ميساج يا دي فيك نيوز اللي ما عندهم حتى معنى، والله يهديهم. كاين شي وحدين اللي كيرميو دي فيديو اللي ما كاينينش. دونك راه ماشي من مصلحة الدولة، الله يجازيكم بخير، راه ماشي من مصلحة الدولة تخبي على الـ على الـ على المواطن. لا هما راه كاينين 100، هما قالوا لنا غير 20، راه ماشي من مصلحة حتى شي حد لوجيكمون. دونك اللي غادي يحط، يا اما نخليو لي بروفيسيونيل هما يحطوا لي ميساج اللي كاينين. ايه سي كيلكو شوز دو سيريو، نقدروا نتغلبوا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بور لانستون راه حنا في الاستاد ان، ونتمناو من الله نبقاو في هذا الاستاد. اهم حاجه هو الوقايه، ما نخرجوش من الدار، الله يجازيكم بخير. كنقولوا نعاودوها، راه الفيروس ما كيتحركش بوحدو، ما عندوش اليدين والرجلين، الفيروس كيتحرك بينا حنا. الوغ ما نقربوش لبعضياتنا، حتى اللي غادي يخرج لازم ما يخرج باش يمشي للخدمه، ديما تكون بيني واحد المتر ونص بين، ولا جوج المترو بيني وبين الاخر. راه هذاك الشيء علاش هذا الشيء داروه في لي فارماسي وداروه في الابناك وداروه. دونك نتمناو الصحه للجميع، تهلاو في ريوسكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم نخرجوا من هذه الافه، نخرجوا منها بصحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.